مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم وين ما كنتوا عبر شاشتنا شاشة كويت سبورت القناة الثالثة الرياضية، وبرنامجنا برنامج مصل ذا بيلدينج اللي مثل ما عودناكم وعودنا سادة المشاهدين بشكل عام ان نسلط الضوء من خلاله على كل ما هو جديد في عالم ورياضة كمال الأجسام. حلقتنا اليوم راح تكون مميزة وراح نحكي فيها عن منطقة الكل يتمنى انه يوصل لأعلى مرحلة فيها، كلنا نحبها، المعدة. شلون تطلع المعدة وشنو خبايا هذه المنطقة اللي بالجسم اللي دامجة ما بين الجسم السفلي والجسم العلوي، أحلى منطقة في لاعب كمال الأجسام بشكل عام. يعني إذا بنقول نقاط المعدة نمبر 1. خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا العزيز الغالي اللي راح يكون متواجد ويانا، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني ارحب باسمي باسمكم في ضيف العزيز والغالي كابتن محمد النقي. نقول لك مساك الله بالخير، منورنا ومشرفنا يا محمد. دائما تصدق انا حاب عليك اللحيه، بس اتوقع انت بدون لحيه اجمل. انا ما جربت بدون لحيه لان يمكن 15 سنه، ما ادري، ما اذكر شكلي بدون لحيه من زمان. انا شوف حنش ما اذكر، اذا حنش يمكن قبل 20 سنه والله من زمان. تبارك الرحمن، جميل بكل حالاتك يا محمد، منورنا ومشرفنا اليوم، طال عمرك. ومتعودين احنا طبعا في بداية كل حلقة عندنا فقرة السوشيال ميديا وما يسمى بسؤال الشارع الرياضي. كثير من الناس محمد من تدري انك انت موجود ويانا بالبرنامج يقولوا لي اسأل كابتن محمد شلون اطلع المعدة. انا عندي مفهوم، ما ادري قد اكون انا مخطئ او يمكن صح، انا اكثر من كابتن ودكتور اسئلة عن هالسالفة هذه، يقول لي المعدة تطلع بالمطبخ ما تطلع بالنادي. هل كلام هذا صحيح منطقي ولا جزء كبير منه صحيح؟ طبعا هو على اساس انه يقول لك انه بالمطبخ على اساس الاكل تكون انت متحكم بسعراتك وكميه الدهون، بس الجزء الثاني اللي تقول بالنادي انت مضطر انك مو تلعب بس معده. يعني يقول لك الثقافه اول كانت منتشره عندنا شنو، العب معده كل يوم، العب خواصر كل يوم، العب اوزان كل يوم، هي ترى عضله حالها، اي عضله ثانيه بجسمك صحيح. يعني تلعبها اليوم، تلعبها عقب باكر، تقسم لها، تحط لها وقت على اساس انك تلعبها صح. بس هي كلها بالنهايه مرتبطه، وانا كنت واحد ما كنت اعرف هالشيء وكنت اجهل صحيح. فيها صحيح. عرف بعد سنين الموضوع مرتبط بنسبه الدهون بجسمك. نسبه الدهون بجسمك 16 ونازل تبدي تظهر، بس سمك العضله نفسها على حسب كل واحد وجيناته، مثلا واحد عنده العضله موجوده صح. واحد عنده سمكه اكبر، واحد يضطر انه يلعب شويه معده واوزان على اساس انه تبرز اكثر. بس انت ما تلاحظ مثلا لاعبين كره قدم اغلبهم عندهم معده صح. ليش؟ نسبه ما يلعب وايد، مسكين هو يركض وايد وما يلعب معده اصلا، يمكن بالتمارين شيء قليل صح. بس لان نسبه الدهون فيه قليله، حتى لو كان هو جسمه كله ضعيف، بس انه تشوف العضلات موجوده والمعده بارزه صحيح. ليش؟ لانه هو نسبه دهونه كطبيعه لعب انه هو يلعب كره وكذي، واكله محسوب. وكل طبعا كل اللاعبين هم اكيد محترفين على مستوى العالم. اي على مستوى العالم، يعني اشوف مثلا رونالدو كم عمره؟ والله خذيته من على لساني 36 سنه عمره، ومعدته ما شاء الله كل ما تصير احلى زين. ليش؟ انه محافظ على، لو تلاحظ تشوف كريستيانو من عمره 18 يمكن بعز شبابه بالعشرينات معدته ما كانت نفس الحين، ما كانت نفس الحين معدته احلى، لانه صار في بناء عضلي. سبحان الله. اي لانه صار في بناء عضلي فتشكلت، صار شكلها بارز. فهي بالنهايه الموضوع ما اقول لك بس على منطقه المعده. لما يجيك واحد يقول لك انا ابي اضعف بس ايدي زين، يكون عنده وزن زايد يقول بضعف، ما تقدر تضعف منطقة معينة أو أنت تستهدف منطقة معينة. هو أي شيء يكون فيه دهون بجسمك يعتمد كله على خسارة الدهون صح. يعني أنت تخسر الدهون جسمك يبدي كله يخسر، بس اختزان الدهون وين يكون هذا كل واحد وجيناته. يعني كل واحد جيناته، والله أنا جيناتي بالبطن، واحد جيناته يعني بتكون اختزان الدهون بريول، واحد بكتفه، منطقة الصدر، فتفرق من شخص لشخص. فبالنهاية هي كلها معتمدة على خسارة الدهون وجينات تلعب دور. يعني أكيد سبحان الله، يمكن أنت تلعب معدة كل يوم كل يوم كل يوم، هذا المفهوم الخاطئ اللي عندنا. أي. كل يوم تلعب معدة عشان تبرز المعدة، مو صحيح. انت قاعد تبني عضل وتحرق شحم، فسبحان الله هذا يجي وهذا يروح، ليه توصل لمنطقة محايدة صح. فالاغلب الفكر اللي موجود عندنا انه يوميا لازم انا العب معدة، وهذا مفهوم خاطئ. مفهوم خاطئ. يمكن الصح انت
لما تلعب اكتاف، الاكتاف ترتفع ترفع معاها الصدر، والصدر يرتفع يرفع معاها المعده، فكل شيء مرتبط هو مع هو هو بالنهايه مثل ما قلت لك هو عضلات. يعني ممكن اللي يلعب معده هم يهمل ترى الظهر. ايوه هو انت لما انت قاعد تقوي معدتك تقوي منطقه الكور مهم، هم لازم تقوي ظهرك. فانت لا تهمل شيء. نفس ثقافه اول تذكر يقول لك مثلا يلعب بس حق فوق ما يلعب حق ريوله. زين الحين خلاص هي اسمها كمان اجسام. ايوه انها متكامله، ما في مكان اقول لك انا لا قاعد العب هني ما له داعي. لا هو كل له داعي، لان انت مثلا سالفه لما ما تلعب ريول. أي. في تمارين معينه انت لما تلعب حق الجزء العلوي تعتمد على ريولك. ممكن تبي تلعب اوزان مثلا وانت واقف يكون مثلا وزن ثقيل، تحتاج انك تقوي ريولك. فما في عضله الحين تكون مهمله. التركيز سالفه انه واحد مثلا يركز على ان المعده هذه على العضله الضعيفه بجسمه. أي. يركز على عضله ضعيفه بجسمه، لكن الريول كابتن محمد شيء اكيد يعني خيال. اكيد يمكن النقاط اللي تصير حق اللاعبين في لعبه كمال الاجسام يمكن تروح نص النقاط بس حق الجسم السفلي. صحيح. صحيح الريول، الريول شيء نص جسمك ريول. بتخيل تخيل يعني عضله عرفت وفوق شنو صدر باي بيطان تراي اكتاف مثلثات شوف لاحظ تحت ريول بس ريول. فسبحان الله نص الجسم. وهم معلومه هذه اضافيه نعطيها حق ساده المشاهدين ويمكن تصحح لي اذا كانت المعلومه صحيحه او خاطئه، ان سبحان الله لما تلعب ريول جسمك العلوي يتعدل لان التستيرون من الريل يصعد له. هو التستوستيرون عموما يرتفع مع اي عضله كبيره تلعبها، وهي بما ان الارجل هي اكبر عضله أكبر بالجسم عضلة. صحيح بس لما هم تلعب انت الظهر هم يرتفع هرمون التستوستيرون. بس هي المعلومه هذه صح ان هرمون التستوستيرون لما تلعب اي عضله كبيره يرتفع معها. صحيح الله. اكيد طبعا نتمنى هالمعلومات هذه القيمه توصل حق الساده المشاهدين بشكل مبسط وجميل جدا جدا. كل الشكر والتقدير لك كابتن محمد على حضور التواجد. حياك الله. قواك الله. كذا يا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام وقفال حلقه اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كابتن محمد النقي. نلتقي وياكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد. دائما وابدا كونوا على الموعد. برنامج مصمز ريبلدينج، في امان الله.